السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الاثنين 16 من جمادى الأولى لعام 1438 للهجرة، الموافق 13 من فبراير لعام 2017 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. يتمنى موقع أنا السلفي الشفاء العاجل للأستاذ الدكتور جمال برهامي، ويهيب بالصالحين ألا ينسوه من صالح دعائهم، فاللهم اشف عبدك جمال برهامي ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. وتداول شباب الدعوة السلفية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للدكتور برهامي عقب إصابته بجلطة في المخ صباح أمس، داعين الله عز وجل له بالشفاء العاجل. يذكر أن الدكتور جمال برهامي يعد أحد أكبر أساتذة جراحة الوجه والكفين في مصر، وهو الشقيق الأكبر للدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. نشر تنظيم داعش الإرهابي مقطعا مرئيا للتحريض على بعض علماء ودعاة المسلمين في مصر والسعودية وغيرها. تصدر قائمة الاغتيالات التي أعدها التنظيم الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والشيخ محمد حسان رئيس مجلس إدارة قناة الرحمة الفضائية، والدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، والدكتور محمد العريفي والشيخ صالح المغامسي وآخرون. أعلنت لجنة التحكيم الخاصة بمشروع إعداد القائد الجماهيري والذي نظمه حزب النور بمحافظة الإسكندرية عن فوز 5 مشاريع تخرج إصلاحية تستهدف 5 مناطق داخل الإسكندرية بالمراكز الأولى على الدورة. قام حزب النور بتكريم أعضاء دوائر الإسكندرية 9 التي شاركت بتقديم مشاريع دورة إعداد القائد الجماهيري، وذلك بحضور الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب والعديد من القيادات. تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها لوزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني بشأن الكارثة التي تضرب منظومة التعليم في قرية أبو مساعد في كفر الشيخ. وأوضح خير الله في بيانه العاجل أن تلاميذ القرية التابعة لمركز الحامول يضطرون لعبور ترعة، مما يلقي الرعب في قلوب أولياء الأمور مع عدم وجود معدية أو كبري لنقلهم إلى الجانب الآخر الذي تقع به المدرسة. نجح محمد صلاح خليفة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب في إدراج مدرسة منشية المشرقة بحوش عيسى في خطة الإحلال والتجديد لعام 2017-2018، وتحويلها كذلك إلى تعليم أساسي بدلا من ابتدائي فقط بعدد 22 فصل. أكدت الأمم المتحدة أمس الأحد مقتل ما لا يقل عن 18 مدنيا جراء ضربات جوية نفذتها القوات الدولية التابعة لعملية الدعم الحازم للناتو على ولاية هلمند الأفغانية. أدانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ما يسمى قانون منع الأذان في مدينة القدس المحتلة، واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين أن هذه السياسات والقوانين العنصرية والباطلة تجسد عدوانا على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 7 مقدسيين خلال اقتحام منازلهم في بلدتي العسوية وجبل مكبر بالقدس المحتلة، و18 فلسطينيا آخرين في مداهمات شنتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات في مدينة خلقيلية أثناء اقتحامها. أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا لجيش الاحتلال الصهيوني اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة ما بين الساعة الرابعة والنصف دقيقتان مساء لمسافة حوالي 205 أمتار. تمكنت مقاتلات التحالف العربي من إحباط محاولات الميليشيات الحوثية لتهريب السلاح قرب سواحل الحديدة بعد أن رصدت زوارق بحرية وعلى متنها مجموعة من الأسلحة والمسلحين الحوثيين. قطعت السلطات الإيرانية منذ مساء الجمعة المياه والتيار الكهربائي والاتصالات عن 11 مدينة أحوازية دون إنذار سابق، وأعلنت لجنة إدارة الأزمات في الأحواز في بيان لها أمس الأول السبت عن إغلاق جميع المدارس والدوائر الحكومية بالمدن الأحوازية، موضحة أن العواصف الترابية وراء انقطاع جميع الخدمات عن المدن. قرر المجلس الأعلى للأزهر الشريف في جلسته أمس الأحد برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تعديل خطة الدراسة بكلية الشريعة والقانون لتصبح 4 سنوات بدلا من 5، كما تقرر أن يبدأ التطبيق بدءا من الفصل الدراسي الثاني هذا العام.
أكد شكري الجندي عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب أن البرلمان لم يبدي اعتراضه على قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب برفض مقترح توثيق الطلاق الشفوي كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين، مضيفا: لا يوجد محل خلاف ولن نخالف شرع الله ونقر بوقوعه. وأشار خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور إلى أن اللجنة الدينية بمجلس النواب تؤيد قرار الأزهر الشريف وترى أنه إذا خالف القانون شرع الله فيجب تعطيله وعدم العمل به أو السماح بتنفيذه. قال السفير حبيب الصدر سفير العراق بالقاهرة إن اتفاقية تزويد مصر بخام البصرة ذات أهمية كبيرة للغاية، حيث سيتم توريد 1,000,000 طن من النفط شهريا والسداد من خلال قروض ميسرة، متابعا أن الدور الآن على الفنيين بعد انتهاء الدور السياسي بالموافقة على الاتفاقية، بحيث يضع الفنيون خط السير لتنفيذ العقد. قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنوك حققت حصيلة من العملة الصعبة هي الأعلى على الإطلاق، وذلك خلال تعاملات الخميس الماضي حيث بلغت 551 مليون دولار. وأضاف عامر في تصريحات صحفية أن حركة التخلص من العملة الصعبة تمتد في فروع البنوك وشركات الصرافة إلى ربوع مصر في شتى المحافظات. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مناطق المنيب والكصبجي والمجزر الآلي ومصنع المكرونة وجسر الكنيسة وشارع عثمان أحمد عثمان متفرع من عثمان محرم بالطالبية حتى طريق المريوطية لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 8 صباح بعد غد الأربعاء وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي: تابع أسباب سوء الخاتمة من سلسلة تذكير النفوس المؤمنة فضيلة الشيخ أحمد فريد. سورة الأعراف من سلسلة الشرح المفهم لمن فرد به البخاري عن مسلم. وزكاة صداق المرأة من سلسلة باب الزكاة من فقه السنة. والمحاضرة الثالثة من سلسلة تفسير سورة الصافات فضيلة الشيخ ياسر برهامي. معاني التفرق والتنازع والاختلاف الشيخ سعيد الروبي. صاحب العصابة الحمراء أبو دجانة رضي الله عنه من سلسلة صور من حياة الصحابة الشيخ مصطفى دياب. ما عقيدة الرافضة في أهل السنة والمتعة والنجف وكربلاء ويوم عاشوراء والبيعة وأوجه الخلاف بينهم وبين أهل السنة من سلسلة دورة من عقائد الشيعة الشيخ سعيد محمود. المحاضرة العاشرة بعد 100 من سلسلة تفسير سورة البقرة من تفسير السعدي الشيخ إيهاب الشريف. لا تسبق إليه الشيخ رجب أبو بسيسة. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي: أفرأيت إن متعناهم سنين، كتبه خالد آل رحيم. ومن جرير فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي: حكم مفارقة الإمام في صلاة الفجر للحاق بأتوبيس العمل، هل من الرشوة ضيافة الموظف عند معاينته لأرض زراعية لتوثيقها؟ حكم وضع الميت على الأرض في حجرة صغيرة دون أن يحفروا له. انتهت نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.